يسعد صباحكم مشاهدينا بصبحية جديدة. نحن معكم اليوم صبحية جديدة، أمل جديد، وكمان رح نبلش بفكرة جديدة لحتى نكمل نهارنا على أساسها. فكرتنا لليوم بتقلنا وبتقلكن: جاور من يشبهك، وحاور من يحترمك، وشاور من يحبك. شو حلو انه نكون دايما محاطين باشخاص بحبونا، اشخاص بيفهمونا، اشخاص بيكونوا واقفين حدنا، مش بس نحن بنكون مبسوطين، انما بس نكون نحن فعلا بحاجه لالن. صوره مشاهدينا هيك لفتت لي نظري وحبيت انه شارككم فيها، هي صوره بتعبر انه مش عدد الاشخاص يلي بحياتنا يلي هو بيقدر يعمل فرق ويلي بخلينا نكون سعيدين. اوقات شخص واحد مثل ما بنقول بكفي وبيوفي كرمال لحتى نكون نحن ملاقيين الخير والفرح من حوالينا. بونجور ماري، اليوم رح نكون انا وياك بهالصبحيه. اول شيء انا مبسوطه انه اليوم نحن رح نكون سوا. صباح الخير ريتا، وصباح لكل المشاهدين كمان. صباح الخير لكل المشاهدين اللي انضموا لنا كمان اليوم ببرنامج صباحي على الموعد. انا كمان سعيده جدا هيك حنترافق مثل العاده بفقرات متنوعه، وهيك كمان استطرادا للشيء اللي كنت عم تقوليه. بالفعل يعني المثل الشائع مش مهم الكميه، مهم النوعيه. قد ايه مهم الواحد عن جد يكون سراوندد بالعالم، اذا بدك يلي قادره تزيد، خليني اقول انا بوزيتيف امباكت، يعني طاقه ايجابيه. مش مهم نحن عن جد يعني قديش النكتار الدائره اكزاكتلي يعني تكون أوقات كبيره. اوقات يعني شخص واحد بيغنيك، ما بنكون بحاجه لاكثر منه كرمال لحتى نكون حاسين حالنا مكتفيين بوجوده بحياتنا. وانا بقول انه يا ريت بيكون هالشخص اوقات شريك حياتنا، لانه بنلاقي كثير اوقات حلو انه نحكي عن هالموضوع، انه الاشخاص يلي بيكونوا متزوجين بيكونوا دائما مرفقهم، صديق لالهم، مش بس زوج، صديق واخ واب، وبيكونوا دائما على قلب واحد، ايد وحده وروح وحده، واهم شيء النيه، النيه الصافيه تكون. النيه هي الاساس بكل الامور. طبعا عندك كثير حواليك اشخاص بتقربيهم منك بحياتك؟ ليك تكون كثير هيك اونست وصادقه معك ريتا، عندي كثير معارف. خلينا هلا كمان المشاهدين بيعرفوا قد انا حدا سوشيبل، وبطبيعه عملي يعني كثير عندي معارف وكونكشنز وهيك. بس انا اذا بدي اقول لك العالم القريب مني، لا هي بتنعد اذا بقول لك على اصابع اليد. عن جد هدول العالم يلي انا هالقد اذا بدك بكون على طبيعتي معهم، يلي بشاركهم همومي اكيد، كنت انت بفرحك او بحزنك، وبتخيل هيدا هيك انسب، هيدا انسب اكيد. ان شاء الله نكون هيك فدناكم، ونحن كمان رجعنا. بتعرفي اوقات بفكر نحن كمان نستفيد بس نرجع نضوي على افكار اوقات بنكون عارفينها بحياتنا، بس نرجع نحكيها ونرجع نعيشها. اوقات عن جد نرجع بنحط رولز جديد كرمال ايامنا اللي جاي. صوت عالي اكزاكتلي انه خلص. رح نروح هلا نحن ومشاهدينا للفقره الاولى يلي رح نعطي فيها شو عنا متفرقات. منبلش يا ريتا اليوم بأول خبر. أنا معي ثلاث أخبار اليوم. فرضت جهات تنظيمية أوروبية غرامة قدرة 368 مليون دولار على تطبيق تيك توك. ما بعرف إذا سمعت بهذا الخبر، يعني ضجت فيه وسائل أكيد الإعلام، لعدم حماية خصوصية الأطفال بأول عقوبة بتطاول التطبيق لانتهاك لوائح خصوصية البيانات الصارمة بأوروبا. وكشف تحقيق انه عملية التسجيل بالنسبة للمستخدمين المراهقين اسفرت عن اعدادات بتجعل حساباتهم علنية تلقائيا، مما بيسمح لاي شخص رؤية مقاطعهم المصورة والتعليق عليها. يعني انا بشوف هيدي الخطوة عن جد يعني مهمة جدا. أكيد. هلا بعصر يلي بتشوفي عن جد يعني قد ايه عم بيصير في انتهاكات بحق الطفل والمراهقين، بركي هذا الشيء شوي هيك بيردع بحد. طبعا طبعا. خبرنا التالي: أقامت الأكاديمية العلمية الدولية للتربية البدنية والرياضة بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للثقافة البدنية ونادي الوطن وبرعاية كريمة من الجامعة العربية المفتوحة ببيروت المؤتمر السنوي الرياضي الثاني بعنوان أهمية الصحة النفسية لدى الرياضيين، يوم الجمعة 15 أيلول 2023 بفندق هيلتون بيروت حبتور جراند قاعة نورا
بحضور معالي وزير الشباب والرياضة دكتور جورج كلاس، ممثل بالسيد محمد عويدات، مديرة الجامعة العربية المفتوحة الدكتورة يارا عبد الله، ممثلة بمنسقة برنامج التربية بالجامعة العربية المفتوحة دكتورة أمينة حربلة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الجراند ماستر سامي كبلاوي، ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية السيدة أميرة نصر الدين، وممثلو القوى الأمنية قائد الجيش العماد جوزيف عون، ممثل بقائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد ميخائيل موسى، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ممثل بالنقيب إلي طاعوم، مدير عام قوى أمن الدولة اللواء توني صليبة، ممثل بالعميد فادي الكبة، مدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري، ممثل بالرائد ديمتري صقر، مدير عام الجمارك اللواء ريمون خوري، ممثل بالمقدم نضال دياب، رئيس قسم الرياضة بالجامعة العربية المفتوحة ومدير المؤتمر السيد زكريا شرارة، ونخبة من الاتحادات الرياضية اللبنانية بالإضافة إلى أبطال رياضيين متميزين، ونخبة من الأعلام الرياضي وشخصيات اجتماعية وحقوقية وطلاب تربية بدنية ورياضة من مختلف الجامعات والمعاهد اللبنانية. افتتحت فعاليات المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني. تالتها كلمة الافتتاحية يلي قلقتها الأستاذة منى حرب الكبة، رئيسة الأكاديمية العلمية الدولية للتربية البدنية والرياضة والجمعية اللبنانية للثقافة البدنية ونادي الوطن، شددت فيها على أهمية الصحة النفسية للرياضيين يلي لازم تكون بأهمية الصحة البدنية، كما أنه نوهت بالدعم والتشجيع الكامل من الجامعة العربية المفتوحة ومديرتها الدكتورة يارا عبد الله لإقامة هالمؤتمر الأكاديمي العلمي الرياضي يلي بيتيح للعاملين بالمجال الرياضي من إداريين ومدربين كمان ولاعبين وفنيين وحتى أولياء الأمور الاطلاع على أهمية الصحة النفسية لدى الرياضيين. من بعدها جاءت الكلمات الرسمية، عرض فيديو تعريفي عن الجامعة العربية المفتوحة وكلمة الجامعة العربية المفتوحة الدكتورة يارا عبد الله يلي قلقتها منسقة برنامج التربية بالجامعة العربية المفتوحة الدكتورة أمينة حربلة، وكلمة وزارة الشباب والرياضة ألقاها السيد محمد عويدات مدير المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية، كلمة اللجنة الأولمبية اللبنانية ألقاها الجراند ماستر سامي كبلاوي، وفيديو تعريفي عن الأكاديمية العلمية الدولية للتربية البدنية والرياضة. كذلك كان في كلمة الأكاديمية والجمعية يلي ألقتها السيدة منى حرب الكبة، وكلمة رئيس جمعية الإعلاميين الرياضيين يلي ألقاها عضو الجمعية الإعلامي إبراهيم وزني. تم من بعدها تكريم وتوزيع الدروع على الشخصيات الرسمية من الجامعة العربية المفتوحة والأكاديمية. من بعدها أقيم حفل كوكتيل. من بعدها بدأت محاضرات وجلسات المؤتمر يلي اجت متنوعة وهادفة. بالختام قامت الأستاذة منى حرب الكبة بتلاوي توصيات المؤتمر، ثم وزعت الشهادات للمشاركين يلي كانوا حاضرين وأخذوا الصور التذكارية. إلى الخبر التالي معك ماري. من هالخبر أنا بعد معي ريتا خبرين هيك صغار. أول خبر عن الإكسبو بقطر، فوجه أكيد إكسبو 2023 الدوحة قطر تحية للبنان بمقطع فيديو نشره على حسابه بمنصة إكس، بيظهر مواقع سياحية ومناطق زراعية بلبنان، وتضمن الفيديو مشاهد من طبيعة لبنان وسهوله وجباله، وتضمن صور لمواقع سياحية وزراعية من كافة الأراضي اللبنانية، وبتستضيف دولة قطر المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 تحت عنوان صحراء خضراء بيئة أفضل، بهدف تعزيز الابتكارات المستدامة ومكافحة التصحر، ورح يتمكن الزوار المشاركة بالتحول ضمن أربع مواضيع أساسية هي الزراعة الحديثة، التكنولوجيا، الابتكار، والوعي البيئي والاستدامة.
هيدا كان الخبر. بيبقى عنا الخبر الأخير لليوم، خبر هيك ثقافي وتربوي. فلقد وقع رئيس جامعة البلمنت الدكتور الياس وراق ونقيبة المحامين ماري تيريز قوال اتفاقية تعاون مع نقابة المحامين بطرابلس ب 14 أيلول 2023 بحرم جامعة البلمند بالكورة. ويعبر التعاون عن الرؤية المشتركة لجامعة البلمند ونقابة المحامين بطرابلس من حيث رغبتهم برفع المستوى العلمي للمحامين وعائلاتهم. لذلك بتوظف جامعة البلمند قدراتها وطاقاتها بسبيل تلبية الاحتياجات العلمية المستقبلية لعائلات المحامين الراغبين بالتحصيل العلمي لدى الجامعة والتسجيل بكافة، طبعا أكيد هون عم نحكي نحن، كافة الاختصاصات المعتمدة كجزء من رسالتها التربوية أكيد العريقة بلبنان. هيدول يا ريتا كانوا اليوم هيك الأخبار والمتفرقات يلي هيك كانت بارزة على الساحة مؤخرا. مؤخرا ماري، رح نروح هلا نشوف من بعد هالاخبار شو عنا اليوم بخبر طبي. هل اسرفت في تناول السكريات وقت بناكل سكر كتير؟ في اربع حيل ذكيه لتقليل مخاطره. الحيله الاولى، أكلات لإبطاء امتصاص السكريات يلي هن زبدة الفول السوداني أو البينات باتر، مكسرات، الحمص والخضروات. كتير انبسطت عن جد بالموضوع، عن جد أوقات منخبص منأكل سكر ومنقول بعدين يا ريت ما أكلنا. لحست عيونك. إيه، عجبتني أنا الفكرة إنه في حيل عن جد نرجع نعملها. والحلو بهالحيل يا ماري إنه كمان أكل واشياء طيبة. عم تقول البينات باتر اتس ون اوف ماي فيفرت. طيبة مزبوط، هذا الشيء بخفف امتصاص السكر. شو حلو. اما الحيلة الثانية هي شيء ما له علاقة بالاكل وهي ممارسة نشاط من بعد تناول السكريات مباشرة لمساعدة العضلات على استخدام السكر بدل من تخزينه. لازم نقول نقوم بنشاط. فينا كمان كحيلة ثالثة نشرب المي أو الشاي بالليمون للمساعدة على طرد السكر الزايد وضخ الدم عبر الكلاوي بشكل أسرع. أما الحيلة الرابعة هي خطط لإفطار الغد. أكيد إذا النهار أكلين كتير كتير سكر، حلو نفكر إنه تاني نهار بدنا نخفف هالسكر وناخد وجبة تكون متوازنة منخفضة بالسكر وأيضا النشويات. لأن إحنا بس نحكي سكر مش بس نحكي الأشياء اللي فيها سكر، انما كمان نحكي خبز، باستا، رز، وناخد اشياء تكون غنيه بالبروتين ومعتدله الدهون. والشوكولا شو بدنا نعمل؟ شوكولا سكر، بس ناكل كثير شوكولا دغري اعملي من بعدهم ساندوتش بينات باتر. شو هالكم بعمل هيك الشوكولا وبحط له هيك ساعة ملقعه بينات باتر، نص ساعه سباحه ساعتها بحق لك تاكلي شوكولا. تمام. من هالخبر الطبي رح منروح نشوف هلا شو معك بصحة غذائية يا ماري. كتار من المشاهدين اللي عم يحضرونا بعرف هيك دايما بيكون عندهم تساؤل، خاصة بس يكون عندهم هيك مراهقين يا ريتا واطفال عم ينمو. ضعفان، قد ايه بنقول ضعفان؟ وجهه شاحب من بعد البونجور بلبنان. ضعفان دغري بنقول اذا انا ضعفان او نصحان. ضعفان او نصحان، منقوف وجهه هالولد، هدول العبارات اللي بنسمعها. صحيح. كتار من الأطفال بيعانوا من النحافة بتكون زائدة، تنكون واقعيين ببعض الأحيان مما بيستدعي قلق الأهل. أهم النصائح الغذائية اللي ممكن تساعد الطفل، عم نحكي نحن أكيد بالحالات أكيد الطبيعية العادية اللي ما بيعاني أكيد من حالات مرضية معينة، عم نحكي بالregular يعني cases. تناول الفيتامينات خاصة فيتامين بي المركب يلي بيساهم بفتح الشهية، ومنلاقي مش ضروري نحن نعطيه للولد بشكل supplements. منلاقي هيدا الفيتامين بشكل كتير كبير بالخميرة، بقصبة الدجاج، بكل أنواع اللحوم، بالموز وبعصير الطماطم.
كذلك من المهم تناول الكربوهيدرات كل يوم، وهو اكيد بنلاقيهم الكاربس كلها موجوده بالخبز بالرز بالمعكرونه البطاطا والحبوب الكامله. دائما خلينا نجرب نتوجه بكل شيء بنقول نحن دائما الحبوب الكامله اكيد الغنيه بالالياف. الابتعاد عن شرب الماء اثناء الاكل، لانه هالامر بيساهم باضعاف الانزيمات الهاضمه وبيعيق عمليه الهضم. نحاول هيك كذلك نقدم له الاغذيه اللي بتحتوي على بروتين، بنقول على دهون، لان بنعرف نحن بس يكون دائما بطبقنا بالميل تبعنا في اذا بدك حصه للبروتين بنحس حالنا هيك كمان شبعانين اكثر، وهذا الشيء بيساهم كمان هو بنمو الجسد والفكره. بالنهاية بنصح الأهل ما يضغطوا على أولادهم بشكل مباشر، يعني عم بقول هون تبوش، يعني دلني أنا عيد كول 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 بشكل بلا ما فسر له. من المهم دايما نحن نفسر له للأولاد ليه أنت مفروض تاكل، شو هيدا الشيء رح يعود بالفائدة لك، يعني كاسة الأكل بنموك، وعم نحكي الفكرة أكيد والجسد. فنجرب يكون عنا أسلوب هيك سلس كمان مع أولادنا، لأنه أيام كل شيء بصير يعني بالعكس، بس انت كثير تضغطي بصير ينفر ما بيعود يحب ياكل. مزبوط. سو هدول هن كانوا المعلومات لليوم بصحة غذائية يا ريتا، كانوا هيك شوي من نفس اللي حسيت عن نفس الموضوع. عن جد كثير مهم انه نكون عم ناكل من كل الاشياء بأياماتنا، وخاصة لأولادنا، وهلا بأول المدرسة لازم عن جد ناخذ قرارات صحية، لأن هذا الشيء كثير مهم وبيأثر إيجابا على نتائج الأولاد بالمدارس. لهون لكن ماري نحن رح نتوقف بمقدمة صبحيتنا، رح نروح نحن والمشاهدين لحتى نستقبل ضيوفنا لليوم. قررت منظمة السياحة العالمية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأسيس اليوم الدولي للسياحة على أن يتم الاحتفال به في 27 من شهر أيلول من كل عام، وقد اختير هذا التاريخ ليتزامن مع الذكرى السنوية لاعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية في 27 سبتمبر 1970. أما الهدف من هذا اليوم فهو زيادة الوعي بدور السياحة داخل المجتمع الدولي، وإظهار كيفية تأثيرها على القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم. مرحبا. 27 أيلول، القديس منصور دي بول. ولد القديس منصور عام 1581 وانتقل للملكوت السماوي سنة 1660. الفضائل يلي تمتع فيها: الحنكة، الفقر، التواضع، تأسيس جمعيات بنات المحبة والآباء العازاريين وسيدات المحبة، وأكيد تمتع بالرسالة. نصيحة مار منصور لإلك: فلنسأل الله أن نتواضع وأن لا نفوت أي فرصة لإنكار ذواتنا من خلال ممارسة هذه الفضيلة، والله معكم. مادة 16 من قانون السير: ممنوع تصليح المركبات على الطريق العام إلا في الحالات القصوى بعد ركنة على أقصى اليمين، استعمال أضواء التنبيه، ووضع مثلث التنبيه على مسافة كافية من السيارة.